السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم خوتي. خوتي كما قلنا لكم البارح بخصوص إيميلات الشركات اللي هبطنا البارح جزء من الإيميلات تاعها، يعني ما شاء الله تبارك الله أغلبية الشركات في الرياض وفي المنطقة الشرقية وفي مكة، يعني ما زلنا نكملوا تاع الرياض ومن بعد ندخلوا في المنطقة الشرقية اللي هي جهة الدمام والجبيل والخبر وبعد اخر شيء مكة وجدة. فالصور خاوتي ما كانش تظهر مليح، الخاوة قال لك في المنتدى الصور ما تظهرش مليح، اذا راني راح ننشرها كاملة في الصفحة الرسمية على فيسبوك جزائري في السعودية، ودرك نخلي لكم الرابط خاوتي في المنتدى، لكن الصور وكلش الايميلات راح تلقاهم كلهم في الصفحة. خاوتي بالنسبة للناس اللي سقسيوا فيها، كل واحد يقول لي أستاذ، يقول لي محاسب، يقول لي كذا، يقول لي خويا من خلال اسم الشركة ولا اسم المؤسسة اللي راهي محطوطة واللي محطوط الإيميل تاعها، تعرف خويا وش نوعية المؤسسة ولا وش نوعية المكتب أو الشركة هذه، يعني واضحة حاجة تاع هندسة، حاجة تاع ميكانيك، حاجه تاع باينه خويا. درك مثلا انت تشوف مثلا مكتب استشارات هندسيه، يعني مش معقول تقول لي في هذا فيه تاع اساتذه ولا ما فيهش، ولا تقول لي فيه محاسب ولا ما فيهش. خاوتي المحاسب يخدم في كل الشركات، مكان الشركه ولا مؤسسه تخلو من محاسبين، ولا تقدر تستغنى عن المحاسب. جماعه الامن الصناعي تاني ما كانش خاوتي مصنع ولا حاجة تقدر تستغنى عن الوظيفة هذه، يعني أو عن الرجل أو الرجال اللي يقوموا بالوظائف هذه، يعني شرط مشروط وأساسي هذا، وربي يوفق الجميع إن شاء الله.